نروح مع بعض دلوقتي للفقره بتاعتنا المعتاده فانتازي 7 داي سبورت فانتازي. طبعا الفقره بتاعتنا المنافسه كانت شديده جدا طول الجولات اللي فاتت اللي احنا جبنا فيها، ولقينا نجم جديد بقى ظاهر معانا في الفانتازي مشارك في الدوري بتاعنا، هو اياد تامر مسمي فريقه الاهلي فلازم يبقى اول. يعني الحقيقه هو صاحب اعلى عدد نقاط في الجوله دي ب 94 نقطه. تعالوا نشوف التشكيل بتاعه اهو، عامل حاجه جميله جدا، جاب نقط كتير قوي. يعني انا جبت 79 نقطه بس. هنشوف الترتيب بقى العام للدوري بعد دوري 7 داي سبورت، الترتيب التراكمي، وده الترتيب التراكمي معانا اهو. ما زال المتصدر طبعا محمد حمدي، يمكن هو الفريق ده بيلعب من زمان قوي، محمد حمدي متصدر ومجمع نقط كتير قوي، لكن ده في الاجمال. لكن اللي انتم شايفينه ده الترتيب بتاع دوري الفانتازي، واحنا في عدد النقاط الاجمالي في اول، لكن احنا هنجيب لكم بعد كده زي ما جبنا النهارده كده الاولاني في الجوله دي. احنا بعد كده عايزين نبقى نعرف بقى مع بعض الفرق او اكتر لعيبه بتجيب في التشكيل. انا عندي هالاند مثلا اكتر واحد جاب نقط في التشكيل ده، التشكيل بتاع الفانتازي. في ناس طبعا بيبقى عندها بعد نظر في الفانتازي اكتر من كده شويه، بتحط اللعيبه مش متوقع انها تعمل حاجه وبتعمل، لكن احنا المره دي هالاند من الناس اللي جت، هالاند من الناس اللي جت معانا. يعني